السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي أخواني المتابعين القناة ديالي. جيت لكم اليوم بهذا الفيديو اللي نتكلم لي على كيفية الاستفادة من التهويل المؤقت الناتج عن الجائحة هذه. هنا تنشوفوا ثلاثة الفئات اللي تستهدفوا واللي غادي يستافدوا من هذا التعويض. شكون هما؟ الفئة الأولى هما الأجراء اللي عندهم منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السينيسيس. هاد الناس هادو خاص يكونوا اش ان المشغل ديالهم اي خصي يكون مصرح بهم في شهر فبراير 2020. يعني المشغل بهم خص يكون مديكلاريهم في لا سينيسيس في شهر فبراير 2020. هاد المشغل اش خصو يدير؟ لان انت ما عندكش الحق ولا المشغل باش يمشي للمكتب للصندوق الوطني، عفوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما خصوش يمشي ولا المشغل ولا الاجراء، يعني الناس اللي مخدمين في المقاولات، يعني ما خصهمش يمشيو للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وانما المشغل ديالهم يعني صاحب المقاولات او الشركات هما اش خص يديرو. خص يديكلاريو الناس عن طريق السيت. اشنا هو هاد السيت هذا او البوابة الالكترونية؟ هو هذا المشغل يعني صاحب المقاولة او صاحب الشركة، وتي يديكلاري الناس اللي عنده اللي مخدمهم ووقفهم على العمل. اش يدير هاد المشغل هذا؟ تيدخل لهذا الرابط هذا كما تلاحظوا، تدخل ليه. الا كان عنده حساب في لا سينيسيس، يعني في الموقع ديال لا سينيسيس عنده الحساب، غادي يدخل ليه بالاسم المستخدم والكلمه. الا ما كانش عنده راه غادي يدخل نيت لا سميتو لهاد الموقع هذا، يدخل ليه غادي يلقى انشاء حساب، ويدخل ديك الساعه المعلومات اللي عطاو مع الاكيد البريد الالكتروني خاص يدخلو حتى هو، لانه هو فاش غادي يجيه اسم المستخدم وكلمة السر. من بعد غادي يدخل الحساب ديالو. واش غادي يدير؟ خاص يدخل اللائحة ديال الأجراء المصرح بهم في شهر فبراير 2020. من بعد يصرح بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل من اللائحة المقترحة. يعني يقدر يكون مثلا شركة موقفة، مثلا نقصت عدد العمال، يقدر مثلا تكون موقفة كاملين، يقدر مثلا تكون موقفة النص جلسات والنص سميتو خدامين، فهمتي؟ يعني انه هذه صرح بالناس اللي الأجراء، يعني الناس اللي خدامين معاه اللي موقفين مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة اللي دارها في الأول. يعني اللائحة الأولى شاملة جميع الأجراء اللي ديال شهر فبراير اللي مصرح بهم في شهر فبراير 2020. من بعد يدخل الناس اللي موقفين، يقدر تكون وقفهم كلهم أو جزء منهم. من بعد هذا المشغل تدون واحد التصريح بالشرع يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، يعني إما التوقف الكلي أو جزئي لأنشطته هو ناتج عن تفشي هذه الجائحة. يعني خصو يصرح بأنه راه أنه يعني العمل ديالو، يعني الشركة ديالو توقفات إما جزئيا، يعني الخدمة ديالها نقص من الخدمة ديالها، أو أنه وقفها كاملة. والسبب شنو هو؟ على السبب هو أنه هاد الجائحة هي اللي خلات هاد الأمور تولي هكا. علاش هاد التصريح هذا؟ باش اللي تثبت أنه راه غش، أنه راه كان خدام بالأجراء ديال كاملين خدام بيهم طيلة هاد الفترة، وديكلارو بأنه راه وقفهم، يعني أنه راه غادي يتابع قانونيا، غادي يتابعو. صافي، مني أنه تيسجل كلشي الناس اللي توقف عندهم،
ديك الساعة لا سينيسيس تتاخد الإجراءات ديالها، وتتصيفط الناس الأجراء، يعني التعويض هذا تعويض 1000 درهم. علاش 1000 درهم؟ لأن بدأ التوقيف عن العمل من 15 مارس اللي بدأتها الحكومة، أنه توقفوا المدارس في 16 مارس، هنا فاش بدأت الانطلاقة، فاش وقفوا التلاميذ من سميتو من القراية ديالهم وجلسوا يتابعوا الدراسة عن بعد في البيت ديالو، هو 16 مارس. دونك هما يحسبوا النص ديال الشهر. ديك الساعة علاش غادي تخلصوا 1000 درهم في شهر مارس؟ من بعد غادي تخلصوا 2000 درهم في شهر أبريل وماي ويونيو من سنة 2020. زيادة على ذلك غادي يحتفظوا باش بالتعويضات العائلية، ديال شهر مارس وأبريل وشهر مارس، تاخدهم كاملين شهر مارس وأبريل ومايو. التعويضات العائلية غادي تعوضوا عليهم، يعني التعويضات ديال الأولاد ديالكم، والتأمين الإجباري على المرض حتى هو بخصوص الملفات اللي دفعتهم قبل مارس، يعني وخلال ديك الفترة اللي بقاو الناس يدفعوا الدوسي في الشهر الأولى من واحد تل ما ينتحبسوا بالضبط، فاش دفعوا الناس الدوسي راه غادي تعوضوا على هذوك الدواسة، زائد حتى أنه شي دوسي اللي كاين دابا موجود وباقي ما دفعتوه، راه أنه الأجل ديالو يعني ما هيش يحسبوه خلال هذه الفترة، واخا أنكم صوبتوا مثلا شي دوسي دابا، صوبتوا شي دوسي ديال المرض واحتفظتوا به، إما تمشيو للصندوق، اما تمشيو لا سميتو للسينيسيس، غتلقاو واحد الكيشي اللي غادي تحطوا فيه، غديروا فيه دوك الوثائق ديالكم في واحد الجوا، وتكيدوا النيميرو ديال الايماتريكولاسيون ديالكم ورقم الهاتف ديالكم في داك الجوا، وديروا فيه الملف ديالكم وتحطوه، تمشيو للصندوق السينيسيس وغتلقاو واحد الكيشي وغادي تحطوا فيه في واحد الصندوق، تحطوا فيه داك الطلب ديالكم، ولا ما مشيتوش يمكن تحتفظوا به حتى يدوز هاد الوباء هذا، الله يحفظنا ويمشيكم، يدوز هاد سميتو هاد المرحلة هادي، من بعد دفعوا الدوسي ديالكم وغادي يتقبل، وخا انه فات ليه التاريخ ديالي. اذا عندكم التعويض هذا ديال 1000 درهم و2000 درهم شهر مارس حتى شهر يونيو، وعندكم التعويضات العائلية اللي هي التعويضات ديال سميتو الابناء، والتعويض ديال المرض ديال الملفات ديالكم راه غادي يوصلكم، والتعويض غادي يوصلكم فسميتو في عن طريق الكونت ديالكم، الى عطين الكونت ديالكم راه غادي يصيفطوه لكم في الكونت، واللي ما عندوش ربما يقدر يسول الاجير ديالو، او انه يدخل لهاد الصفحة هادي ويقدر يلقى شي معلومات، ربما يقدر يصيفطوا لهم رسالة نصية فيها شي كود، وانه يمشيو ديك الساعة اي بنك ويسحبوا الفلوس ديالهم. اللي ما عندوش ديك الساعة الكونت، حساب بنكي، اللي ما عندوش حساب بنكي يسول الاجير ديالو، ولا يسول يدخل لهاد الصفحة هادي. الفئة الثانية هما الناس اللي ما عندهمش صندوق الدعم الاجتماعي، يعني الناس اللي خدامين ما عندهمش صندوق الدعم الاجتماعي، لكن عندهم بطاقة رميد، يعني كاين عندنا جوج فئات، فئة اللي عندها بطاقة رميد وفئة اللي ما عندهاش بطاقة رميد. الفئة بهاد جوج هاد جوج فئات هادي خصت ليهم هاد الحكومة أنه جوج ديال المرحلات، المرحلة الأولى غادي يخلصوا الأسر اللي تتوفر على بطاقة رميد، المرحلة الثانية غادي يخصوها الأسر التي لا تتوفر على بطاقة رميد، وبجوج من هاد الفئات هادو أشن اللي خصت ليهم؟ خصت ليهم 800 درهم للأسرة المكونة من 800 درهم للأسرة المكونة من فردين او اقل، يعني فرد الاسره مكونه من فرد واحد او فردين هتخلص 800 درهم، والاسره مكونه من 3 الافراد الى 4، يعني الاسره مكونه من 3 الافراد او اسره مكونه من 4 الافراد هتخلص 1000 درهم شهريا، و
أسرة مكونة أكثر من 4 أفراد، يعني من 5، 6، 7، ألف و هادي تخلصوا من الدولة 1200 درهم. إلا طبقنا على حساب اللي جينا هنايا في سميتو في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص شهر مارس، يعني خلصوهم النص ديال الشهرية، يعني ربما حتى هنايا خلال هاد الفئة هادي اللي تتوفر على بطاقة رميد، يعني 800 درهم، يقدر في شهر مارس يخلصوهم 400 درهم، كذلك هنا 500 درهم، هنا 600 درهم في شهر مارس، ولكن شهر أبريل وماي ويونيو غادي يخلصوهم 800 درهم لكل كل هاد 3 شهور، و1000 درهم كذلك، و2000 درهم، 1200 درهم لسميتو لهاد 3 شهور الباقية. وكيفاش الطريقة؟ هو أنه هادي صيفطو الرقم ديال البطاقات رميد، رب الأسرة هو اللي تيرسل رسالة نصية، هاد الرسالة النصية من الهاتف ديالو، هاد الرسالة النصية تكتب فيها غير الرقم بوحدو، الرقم البطاقة ديال رميد، غادي نوريها لكم في الصورة، غادي يصيفطها لمن؟ ل 12 ل 12، يكتب في الرسالة، يجبد الهاتف ديالو، يكتب، يحل الرسالة، بيصيفط الرسالة، يكتب الرقم ديال بطاقة رامين، من بعد غادي يصيفطها لمن؟ غادي يصيفطها ل 12 ل 12، يعني راه من البارح، من نهار 30 مارس راه 2020 راه بداو تيصيفطوا الناس، يعني غادي تصيفطها ل 12 ل 12، من بعد غادي يردوه عليك، غادي يردوه عليك بواحد الكود، وبالحق هاد البطاقة هادي خصها تكون صالحة، تكون جددتيها، يعني صالحة حتى ل 31 ديسمبر 2019، يعني كنتي خدمتي بها في 2019 كامل، يعني لا تقضت ليك في 31 ديسمبر محسوبة عليك، واخا ما عندكش ما جددتهاش في 2020، يعني خصها تكون عندك صالحة خدمتي بها حتى لديسمبر 2019. ديك الساعة غادي يصيفطوا لك واحد الرسالة، رسالة نصية فيها واحد ارقام، يعني كود، هذا الكود هذا هو باش غادي تمشي تاخذ الفلوس ديالك، يعني وهاد العمليه غادي تبدا، يعني امتى غادي يصيفطوا لكم هاد التعويضات؟ غادي يصيفطوهم لكم ابتداء من 6 ابريل، يعني غادي يصيفطوا لكم الكود، غادي يصيفطوا لكم واحد الكود، يعني ارقام، وديك الساعه اما غادي تمشيو للكيشي ديال اي بنكه، كيشي ديال اي بنكه، وتدخلوا دور الكود وتجيبوا الفلوس، ولا هتمشيو لاش الوكالات اللي تيصيفطوا الناس فيهم الفلوس، دوك الوكالات الناس اللي تيصيفطوا منهم الفلوس او تستقبلوا منهم الفلوس، يعني ولا تمشيو لدوك الوكالات غتعطيو الكود وغادي يعطيكم المبلغ التعويض، متفقين؟ اما بالنسبه للاسر اللي ما توفرش على راميد، راه خدامين عليها، وغادي يلقاو طريقه باش انهم يتسلموا التعويضات ديالهم. وكيفاش غادي يخدموا؟ اللي هو عرفت انه هادي يفتحوا لهم واحد الموقع في السيت، يعني في يعني هادي تسجلوا عبر طريق الانترنت، عبر الموقع، ويدخلوا المعلومات ديالهم، ثم هادي يشوفوا المعلومات اللي يدخلوا، من بعد التعويضات، نفس التعويضات اللي ذكرنا اللي عندهم بطاقة رميد، حتى هما من بعد هادي يصيفطوا لهم الكود بشي كود باش يمشيو اما لاي جيشي ديال البنكة، او يمشوا للوكالات ديال سميتو، الوكالات اللي تيصيفطوا الناس منها الفلوس، ولا تيستقبلوا منها الفلوس باش ياخذوا التعويضات ديالهم. والان جينا للاخر ديال الفيديو، ان شاء الله تستفدوا منه الناس الاجراء، كيفاش الطريقه باش يستافدوا من التعويض، بيكم تبارطاجيوها مع اي واحد باش يوصلوا هذه المعلومات، باش تعمل فائده، وشكرا، في فيديو ان شاء الله اخر.